مرحبا بكم معايا من جديد. انا امال، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فكيف ما كتشوفوا اليوم روتيني المسائي اللي جاتني عليه بزاف ديال الطلبات. سبق ونزلت لكم روتيني الصباحي وعجبكم الفيديو، كنتمنى اكيد حتى اليوم يعجبكم الفيديو. كنحاول هكا ننزل روتينات اللي تكون مفيده قدر الامكان، يعني تكون فيها كوصفات ديال الطبخ وتكون فيها وصفات ديال الجمال كيف ما قلت، باش تكون هكا روتينات اللي فيها افاده. فكنتمنى اكيد الفيديو يعجبكم وما نطولش عليكم بزاف ديال الكلام، ويلا نبداو الروتين ديالنا على بركه الله. فغادي نبدا روتيني المسائي ان شاء الله بواحد الحلوه بارده اللي كتجي لذيذه بزاف. غادي نحضرها دابا تقريبا واحد 6 ديال العشيه، غادي نحضرها باش يلا تبرد، تبقى واحد ساعتين حتى ثلاثه هكا في الثلاجه وتجي تكون واجده هكا مع المقاد ديال العشاء هكا كديسير. صراحه كتجي كيف ما قلت من ألذ ما يكون. غادي نحتاج لها هي طبقات. الطبقه الاولى غادي نحتاج لها 250 غرام ديال البسكوي، استعملوا اي ماركه، انا مستعمله هذه الماركه هذه اللي كتكون خاصه بالتشيز كيك، كنشريها من مرجان على اي نتوما اللي كان عندكم حاضر غادي يقضي. عندي هنا 80 غرام ديال الزبده مذابه، من الافضل تكون يعني زبده من اصل حيواني. الطبقه الثانيه غادي نحتاج فيها نصف لتر ديال الحليب، واحد 3 المعالق ديال السكر، السكر كيبقى حسب الذوق. عندي هنا واحد 50 غرام ديال المستحضر كريمه الحلواني، يعني لا كريم باتيسير اولا النشا الا ما كانش. عندي هنا جوج علب ديال الفلون نكهه الفاني بالنسبه للعبار، يعني 2.1 غرام. وعندي هنا 150 غرام ديال الكريمه، يعني الكريمه ديال الخفق، انا مستعمله هذه الماركه هذه. الا ما كانتش الكريمه ماشي مشكل ما تستعملوهاش، ولكن هي كتعطي واحد المذاق لذيذ ومميز للحلوى، من الافضل تكون ما كانتش، راه ماشي مشكل. والطبقه الاخرى اللي هي الثالثه، عندي هنا نصف لتر ديال عصير البرتقال، 50 غرام مستحضر كريم باتيسير اولا المايزينا اللي كان، واحد 3 المعالق ديال السكر. عندي هنا مستحضر الفلون واحد نفس الفاني هو نفسه 2.1 غرام على اي، بالنسبه للسكر كيبقى حسب الذوق. صافي كنظن هادشي اللي كاين، ندوزو مباشره نشوفو كيفيه التحضير. غادي ناخذ داك البسكوي ونضيف عليه داك الزبده المذابه، وغادي نحرك. وغادي ناخذ الطبق اللي غادي نقدم فيه الحلوى، درت فيه هكا واحد الاطار هكا، انا عندي مربع، يمكن لكم ديروا اي شكل بغيتو، ضروري يكون هكا كيتحل، انا عندي كيتزاد وكيتنقص باش ملي نبغيو نحيدو نخسر لنا شي حلوى. كنثبتو هكا بهاد الاداه هادي، ما كانش غير المعلقه راه توفي بالغرض. هنا من تثبت الطبقه ديالي مزيان غادي ندخلها للمجمد وندوزو مباشره نحضرو الطبقه الثانيه. وبالنسبه للطبقه الثانيه وضعت داك نصف لتر الحليب ديالي هنا في فاسخول اولا في الاناء اللي عندو على النار، وداك الفلون جبكيات ديال الفلون درتهم هنا في السكر وخلطتهم مزيان مع السكر باش ما يديرولناش تكتلات. وغادي نضيفهم على الحليب بحال هكا، وغادي نضيف المايزينا او مستحضر كريمه الحلواني بحال هكا، نحرك. صافي وغادي نضيف داك الكريمه ديال الخفق كيفما قلت، الا ما كانتش ماشي ضروري، ولكن كتعطي مذاق لذيذ بزاف، يعني داك الكريمه كتجي راقيه في المذاق ديالها، يعني كتجي بحال شي ماعرفتش كيفاش نوصف، ولكن فعلا كتجي لذيذه بزاف. صافي غادي نوضع الكل فوق النار. صافي انا وضعته هنا فوق النار، ما غاديش نحبس التحراك حتى توصل للغليان. صافي وغادي نصبها مباشره فوق الطبقه الاولى اللي عندي في المجمد، كنخويها وهي سخونه فوق الطبقه الاولى اللي كيف ما قلت كانت عندي في المجمد. يلا جبتها بحال هكا باش توصل لكاع الاطراف. صافي وغادي نعاود مره اخرى نرجعها للثلاجه او للمجمد الا كنت مزروبه بها باش نمشي نحضر الطبقه الثالثه والاخيره. وبالنسبه للطبقه الثالثه والاخيره فخديت داك الفلون حتى هو وحركته هكا مع السكر باش ما يديرش تكتلات، وغادي نضيفو داك العصير ديال البرتقال، وغادي ناخذ داك النشا اولا مستحضر كريمه الحلواني وغادي نضيفو حتى هو. نطلع كلشي دابا قبل ما نوضعو فوق النار
باش داك المايزينا اولا داك المستحضر ما يتكتلش هكا صافي. وغادي نوضعو فوق النار وهنا تماما نفس المبدا كنبقاو نحركو حتى كيوصل الخليط للمرحله ديال الغليان صافي. وغادي نجبد الحلوه ديالي من المجمد ونفرغ الطبقه الثالثه والاخيره. فملي غلى عندي الخليط وتكتل هكا غادي نفرغو فوق الطبقه الاولى اللي تماسكت. بغي هاد الحلوه كتوجد صراحه كتاخدش بزاف ديال الوقت وكتجي لذيذه صافي. فغادي ندخل هذا دابا المجمد باش تشد راسها مزيان ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو شنو غادي ندير اليوم ان شاء الله للعشاء. اما بالنسبه للعشاء ديالي ديال اليوم فغادي ندير شي حاجه هكا سهله خفيفه صراحه. انا ماشي دائما كنتعشى فالنهار اللي كندير هكا اللومجه اللي كيكونوا فيها فطائر او المسمن معمر او لا كشي حاجه بلا بات فيتي ما كنتعشاش كنكتفي غير بالديسير. فاليوم غندير غير شي حاجه خفيفه كيف ما قلت. فعندي هنا الدجاج غادي ندير واحد الصينيه ديال الدجاج بالبطاطا كنديرها دائما صراحه كتجي لذيذه بزاف وبغيت نشاركها معكم اليوم. فغادي نحتاج هنا الدجاج مقطع ومسلوخ الكميه كتبقى حسب يعني العدد ديال الاسره ديال كل واحد. عندي هنا بطاطا صغيره مسلوقه نص سلقه. عندي مطيشه انا عندي هنا طوماط سوريز كنديروا حتى مطيشه عاديه ماشي مشكل. عندي هنا البصله قطعتها دوائر في الاناء اللي غادي ندير فيه الدجاج هكا فرشتها في القاع كتعسل هذيك البصله وكتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاج لها الدجاج غادي نحتاج لزيت الزيتون وغادي نحتاج للمطرد اولا الخردل غادي نحتاج شويه ديال الزعتر والزعتره. بالنسبه لهاد الاعشاب المناسبه كل واحد يدير داكشي اللي بغا. عندي هنا الثوم بودره يمكن لكم ديروا حتى الثوم الطازج. عندي هنا دانون طبيعي اولا دانون ياغورت بدون سكر. عندي هنا التحميره اولا الفلفل الاحمر الحلو. عندي هنا السودانيه اولا الفلفل الحار الشطه الحاره شويه ديال الملحه ما نكثروش الملحه لان الخردل كيكون مالح. شويه ديال الفلفل اسود وعندي هنا واحد شويه غادي ندير واحد العصيره ديال الحامض صافي. كنظن هادشي اللي كاين. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخلط فيه الدجاج ونخوي فيه واحد الكميه ديال زيت الزيتون تكون معتبره. ندير هكا داك الفلفل. بالنسبه للمقادير كتبقى حسب الكميه ديال الدجاج كيف ما قلت البنات. هاد الوصفه هذه كتجي لذيذه لذيذه بزاف. هنا كاينه الزعتر وزعتره بجوج مخلطين. ندير شويه ديال البودره ديال الثوم واحد نص معلقه صغيره ماشي بزاف لان كتكون مجهده بحال هكا كتعطي مذاق لذيذ. عندي هنا الشطه الحاره شويه ديال الملحه. فبالنسبه لهاد الدجاج حضروه قبل يعني قبل العشاء بواحد 3 السوايع على الاقل. طبيعة الحال ما كانش الوقت ماشي مشكل. انا تقريبا وقع واحد 7 ديال العشيه هذه غادي نحضره ونخليه في الثلاجه لمده ديال واحد ساعتين اولا ثلاثه لان كل ما بقى وشرب هاد المارينار او هاد التتبيله هذه كيجي لذيذ بزاف. وغادي ندير الزبادي اولا دانون الصوص كيعطي واحد المذاق لذيذ وكيخلي الدجاج يجي هشيش. ندير هكا تقريبا اكثر من نص واحد شويه وغادي نعصر واحد العصيره ديال الحامض هكا صافي. وغادي نخلط هاد العناصر. هاد الدجاج البنات فعلا كيجي لذيذ 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 بزاف غادي تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. فمن بعد ما شرملتو غادي نستف داك القطع هكا ديال الدجاج بشكل متساوي فوق داك القطع ديال البصله. هذيك البصله كتذوب وكتعسل كتجي لذيذه وصافي. كنستف هذيك البطيطه اللي كيف ما قلت سلقتها نص سلقه باش يسهل انها تطيب. وخصها البطاطا الصغيره دغيا كطيب ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وكتجي حتى هي لذيذه. وداك المطيشات كيعطيو منظر وكيعطيو حتى مذاق. كنا نديرو فلفله نديرو اي حاجه بغينا نديرو حتى خيزو حتى هو نسلقوه نص سلقه ونزيدوه حتى هو كيجي لذيذ صافي. وغادي نرش واحد شويه ديال الزعتر والزعتره فوق داك البطاطا والمطيشه اللي طفت كنمشي نسهمهم. شويه ديال الملحه انا اصلا سلقه بواحد شويه ديال الملح شويه ديال الابزار حتى هو وواحد شويه ديال زيت الزيتون هكا فوق داك البطاطا صافي. وغادي ندخلو للفران. كنعرفو الدجاج ما كياخذش بزاف ديال الوقت يعني غادي ياخذ تقريبا واحد ساعه الا ربع بحال هكا.
صافي. وهذا هو العشاء ديالي المتواضع جدا، وكيف ما قلت اللي خفيف، شي حاجه هكا سهله وشي حاجه اللي هي خفيفه في الليل، لانني انا اساسا كيف ما قلت ماشي دائما كنتعشى، فهاد درت هكا غوتي اللي هو مزيان صراحه. ما كنتعشاش، كنكتفي غير بنانه ولا تفاحه، يعني صافي داكشي. ما كان اساسا ما كنقدرش ناكل بزاف، ولا درت هكا غوتي اللي خفيف يعني بحال هكا اتاي وخبز وفرماج وهذا، طبيعي الحال كيجينا الجو كنديروا هكا شي حاجه اللي كيف ما قلت سهله وخفيفه ما تثقلش في الليل. ومن بعد العشاء فغادي تجي المرحله ديال العنايه بالنفس، فغادي نحضر واحد القناع طبيعي ممتاز. فانا غالبا هكا الاقنعه الطبيعيه كنوضعهم في الفتره المسائيه باش كن هكا باش ما نتعرضش للاشعه ديال الشمس وحتى السخونيه ديال المطبخ. فهاد القناع هذا كيعمل على تفتيح لون البشره وتوحيدها، كيضيق المسامات، كيقضي على النقاط السوداء والبيضاء، وايضا حتى بالنسبه للبنات اللي عندهم حب الشباب فكيتكون من الطين المغربي او الغسول، ولكن مسقي يعني مسقي بالاعشاب بحال الشكل ديال الورد والريحان واعشاب واحده اخرى، وفيه حتى دم الغزال اولا كيف ما كنسميوه حنا المغاربه العكر الفاسي. صراحه هذا القناع كنديرو مره واحده في الاسبوع كيرجع الوجه كيشعل. وغادي نخلطو بالحليب، يمكن نخلطوه بماء الزهر وبماء الورد، وصالح لجميع انواع البشره. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه يضيفوا له يعني قطرات من اي زيت يعني كيمشي مع البشره ديالهم، بحال هكا على سبيل المثال زيت اللوز او زيت الارغان. فكناخذ شويه ديال الحليب وكنضيفو على الغسول بحال هكا، وكنخليه حتى يطلق. نعرفوا الغسول كيبغي يفزق، فملي كيذوب داك الغسول كنحصلوا هكا على خليط اللي هو متجانس، غادي يسهل علينا اكيد نوضعوه على البشره ديالنا. غادي نغسلوا الوجه ديالنا مزيان اولا نقشروه الا كان لازم تقشير ونوضعوه مباشره. وبالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على هذا الطين اولا هذا الغسول، فهذه هي البكيه ديالو، هكا الشكل ديالها كيجي، هي كتباع عند العطاره يعني الناس اللي كيبيعوا الغسول، الناس اللي كيبيعوا الاعشاب وكل شيء راه معروفين، وصراحه راه زوين بزاف البنات. فهنا من بعد ما غسلت الوجه ديالي فكيخرج صراحة هاد القناع كيخرج الوجه هكا نقي كيشعل، كيخرج الملمس ديالو رطب. فغادي نرطب وجهي بزيت جوز الهند اللي سبق وتكلمت لكم المنافع ديالو الكثيرة. ثاني حاجه غادي نوضع الكريم ضد التجاعيد، هذا فيشي لي فتاكتيف اللي سبق وتكلمت لكم عليه، اللي صراحه ما كيخطانيش كيسالي وكنعاود نشري. ففي الليل دائما كنوضعو عاد كننعس باش كنحمي البشره ديالي من التجاعيد.